وللمزيد ينضم إلينا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية السابق. يعني سيادة السفير، من مواقع متابعة حضرتك، هناك العديد من آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، لكن ماذا ينقصنا لتسريع خطوات هذا التعاون؟ أفريقيا بلد إنشاء منطقة تجارة حرة أو سوق أفريقية حرة مثل السوق الأوروبية المشتركة من الستينات في القرن الماضي، ولكن هذه المحاولات نجحت جزئيا وفشلت في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية. الدول الأفريقية تتاجر فيما بينها 10% فقط من تجارتها الخارجية، وأغلبها تجارتها مع الدول الاستعمارية السابقة التي كانت تستعمل هذه الدول. من أهم المشاكل التي تعوق التجارة هو العملات الأفريقية الضعيفة التي لا تسمح إلا بالتجارة بالعملات الحرة، اليورو أو الدولار. منطقة التجارة الحرة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي مؤخرا، أعتقد أن معقود عليها أمال كبيرة. تم إنشائها رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي في مؤتمر القمة الأفريقية في النيجر. كما تعرفين حضرتك أن كل الدول الأفريقية فيما أعتقد دولة واحدة فقط انضمت لهذه الاتفاقية، وكانت مصر من الدول الأولى التي سردت هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ. يجب على مصر التي زادت تجارتها كثيرا في انضمامها إلى اتفاقية الكوميسا. سمعتي حضرتك على اتفاقية الكوميسا؟ نعم. التي تجمع شمال ووسط وجنوب القارة الأفريقية، زيادة كبيرة، وزادت أيضا وارداتنا من المواد المعدنية والمناجم اللازمة للمصانع المصرية. يجب تفاعل القطاع العام في مصر والقطاع الخاص بصفة خاصة للإسراع بالدخول إلى الأسواق الأفريقية، وأن تكون هناك معارض للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية الهامة. وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التجارة البينية بين مصر وهذه الدول، وسيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية لهذه الدول وزيادة تشغيل الأعمال المصرية في هذا الشأن. المؤتمر الأخير الذي افتتحه الرئيس السيسي، أعتقد مؤتمر هام جدا، بيحضره أيضا رئيس زيمبابوي ومعارض كبير من أركان حكومته. كل هذا لا يتأتى إلا بإنشاء بنية أساسية تحتية في القارة الأفريقية وإنشاء خطوط ملاحية تسمح بنقل التنقل. المستقبل يعني مشرق، ولكن يحتاج إلى عزيمة وتركيز في التعريف بالمنتجات المصرية وتعريف الثورة المصرية أيضا بالمنتجات الأفريقية. نعم سيادة السفير، يعني كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حملت العديد من الرسائل الداعية للتعاون بين الدول الأفريقية وأيضا ضرورة التنسيق، يعني كيف تقيم الجهود المصرية في هذا الصدد، خاصة بعد الإشادة اليوم بتنظيم مصر للنسخة الثالثة للمرة الثانية لهذا المعرض؟ صحيح، أنا كنت أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية، وأنشأنا معارض أفريقية، ومن حسن الحظ أن مصر استضافت كما ذكرت حضرتك المرة الثانية لهذا المعرض الذي يعرف المصدر والمستورد الأفريقي بمنتجات الدول الأخرى، ويسمح بإقامة مشروعات مشتركة أو التعرف على المصدرين والمستوردين للسلع المصرية والسلع الأفريقية. أعتقد أن يجب تسليط الضوء على هذا المعرض وقيام أكبر عدد من أفراد شعبنا بزيارة هذا المعرض للتعرف على المنتجات الأفريقية، وأهم من ذلك طبعا رجال الأعمال المصريين يجب عليهم التوجه لمعرفة ما تنتجه الدول الأفريقية وترويج السلع التي يصنعونها في الأسواق الأفريقية. يعني الإرادة السياسية مع القطاع العام مع القطاع الخاص
ستؤدي إلى نجاح التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية. تحديدا لو تحدثنا اليوم على النسخة الثالثة لهذا المعرض، يعني الفرص المتاحة سيادة السفير أمام هذه الدورة الحالية التي يمكن تحقيقها أو العمل خلال هذه الأيام على العمل على تحقيقها؟ أولا مثل هذه المعارض كما ذكرت في مقدمة البرنامج من أكبر المناطق التجارة الحرة في العالم، ولكن هناك بعض الاقتصادات الأفريقية لا تتمشى مع الاقتصادات الأفريقية الواعدة مثل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، فهناك اتفاقيات بتسمح بإعفاء الرسوم الدول الضعيفة اقتصاديا من الرسوم الجمركية لفترة من الفترات كما يحدث في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. نعم. يجب إنشاء شركات صغيرة داخل الاتحاد الأفريقي. أولاً أفريقيا الانطباع عنها أنها بلد مستوردة لكل شيء، هذا غير صحيح. نعم. أفريقيا تنتج كثير من البضائع العامة، ومصر محتاجة لهذه البضائع كما أن هذه الدول محتاجة للمنتجات المصرية. يجب تسويق هذه المنتجات المصرية، كما هناك فكرة لإنشاء معرض دائم للمصنوعات المصرية في جيبوتي باعتبارها دولة بحرية في منطقة شرق أفريقيا، وتستطيع أن لأن اللي هيشتري مثلا الثلاجة المصرية عاوز يطمن أن لو حصل حاجة في الثلاجة المصرية دي يقدر يجيب قطع الغيار. نعم. أو لو كاب جهاز تكييف إلى غير ذلك. فأعتقد أن التعريف والتسويق في مصر يجب أن نتنبه أن في اتحاد الغرف التجارية الأفريقية موجود في مصر. طيب سيادة السفير بذكر حضرتك يعني عن الاستثمار، لو تحدثنا تحديدا عن المستثمر الصغير أو المستثمرين الجدد، نصيحة حضرتك لهم إيه ويقدروا يعملوا إيه في هذه المعارض أو الاستفادة، كيفية الاستفادة؟ يجب على المستثمر الصغير أن يتوجه إلى المعرض في الوقت الحالي للتعرف على المستثمر الصغير الأفريقي المشارك في هذا المعرض ويعرف فيه بمنتجاته. ولكن مثل هذه المعارض والمنطقة التجارة الحرة بتجذب استثمارات أجنبية كبيرة لإنشاء مصانع في مصر حتى تتمتع بالإعفاءات الجمركية والإدارية للدخول في كل الأسواق الأفريقية. نعم. يجب التعريف أكثر عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الدخول إلى زيارة المعرض يلم البروشورات اللي بتتعمل، ويجب على أحد المصدرين المصريين أن يكون هو عنصر الجذب والرئيسي في هذا الموضوع، كل ذلك برعاية الحكومة المصرية. أكيد. لأن هي التي ستساعد على تحفيز هذه الصادرات. لدينا بنك للصادرات في مصر، بنك لضمان الصادرات في القارة الأفريقية، لأن اللي عاوز يصدر عاوز يضمن انه هيحصل على ثمن المنتجات التي يقوم بتصديرها. نعم. سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، شكرا جزيلا لك.